السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأركان الحج الوقوف وطواف الزيارة والإحرام والسعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع مسائل الحج، وأسأل الله تعالى أن ييسر أن ننتهي منها في هذه الليلة. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أركان الحج، والأركان جمع ركن، والركن هو جزء الماهية، وهو ما يقوم عليه الشيء أو ما منه الشيء، كما يعرفه العلماء، علماء الأصول وعلماء المنطق، يقولون هو الركن جزء من الماهية. والمقصود بأن الحج بالاستقراء أركانه أربعة، والركن لا بد من الإتيان به، وإذا خلت العبادة عن الركن بطلت، قال: الوقوف. والمقصود بالوقوف هنا وقوف عرفة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحج عرفة، وهذا يدل على أن الوقوف بعرفة من أعظم أركان الحج. وسبق أنني ذكرت لكم بأن الوقوف بعرفة يبدأ عند جماهير العلماء من بعد الزوال، وعند الحنابلة يبدأ من أول النهار. وبالنسبة للوقوف بعرفة يختلف باختلاف حال الحاج، فمن أتى عرفة نهاراً وجب عليه أن يقف فيها ولو ساعة، ليتحقق الركن، والبقاء في عرفة إلى غروب الشمس هذا واجب كما سيأتي معنا في الواجبات. وأما من لم يدرك الوقوف بعرفة نهاراً وإنما أتاها ليلاً ومر بها، يعني وقف بها ومر بها ثم صلى الفجر في مزدلفة، فقد أتى بركن الحج، وذلك لحديث عروة بن مضرس بن لام الطائي، ذلك عبد الرحمن بن يعمر وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهما إلى هذا. إذن الوقوف بعرفة، فمن وقف بعرفة بعد الزوال على مذهب الجمهور وعلى مذهب الحنابلة ولو قبل الزوال فقد تحقق الركن، واستمرارية الوقوف إلى الغروب هذا واجب. قال: وطواف الزيارة، ويسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة وطواف الصدر وطواف النساء، له أسماء كثيرة وردت في السنة والآثار، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رمى جمرة العقبة في يوم النحر ذهب وطاف طواف الإفاضة بالبيت. قال: والإحرام، هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، بمعنى أن ينعقد القلب على الدخول في هذا النسك، سواء هذا النسك نسك الحج أو أحد الأنساك الثلاثة. وأما لباس الإحرام فهذا من واجبات الحج، وعوام المسلمين يعتقدون بأن الإحرام هو لباس الإحرام، الإزار والرداء، وهذا غلط. هذا من واجبات الإحرام، وهذا يسمى لباس الإحرام، والإحرام محله القلب وهو نية الدخول في النسك. والسعي، والمقصود بالسعي بين الصفا والمروة، وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة، فهذا من أركان الحج، ويشمل هذا حج الإفراد وحج القران وحج التمتع.
والقارن والمفرد عليهما طواف واحد وسعي واحد، في الراجح من أقوال أهل العلم، كما قررنا ذلك في المجلس السابق. قلنا بأن أعمال القارن كأعمال المفرد، وليس على القارن طوافين أو سعيين، وإنما عليه طواف وسعي، في الراجح من أقوال أهل العلم، فأعماله أعمال المفرد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج، هكذا وشبك صلى الله عليه وسلم. وأما المتمتع فعليه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وطواف للحج، وسعي للعمرة وسعي للحج، هذه أركان الحج. نعم. قال: وواجبه الإحرام من الميقات، والوقوف إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى، والرمي، والحلاق، وطواف الوداع، وغير ذلك سنة. نعم. قال: وواجبه، يعني واجب الحج، الضمير في واجبه يعود إلى الحج، الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات، والمقصود أن يحرم بالحج من الميقات، وأن يتجرد من المخيط، والمخيط هو كل ما لبس وفصل على أعضاء البدن، وهذا للرجل، أما المرأة فيجب عليها أن تلبس المخيط كما ذكرنا في محظورات الإحرام. إذن يحرم من الميقات، ينوي بقلبه ويتجرد عن المخيط ويحصر عن رأسه بالنسبة للرجل، والمرأة تنوي بقلبها وتلبي بالحج. قال: والوقوف إلى الليل، هذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج. قلت لكم الوقوف بعرفة ركن، ويكفي في الوقوف يعني وقت قصير، لكن الوقوف، الاستمرارية الوقوف إلى الليل، هذا واجب من واجبات الحج. فمن وقف بعرفة نهاراً، ولنقل على مذهب الجمهور بعد الزوال، ثم خرج من عرفة ولم يرجع إليها قبل الغروب، فعليه دم لتركه واجباً من واجبات الحج. أما من وقف بعرفة وخرج منها قبل الغروب ثم عاد إليها قبل الغروب فليس عليه شيء، ليس عليه شيء، وذلك لأنه أدرك الواجب. قال: والمبيت بمزدلفة إلى منتصف الليل، ومزدلفة هي مكان بين منى وعرفة، والمبيت فيها واجب في الراجح من أقوال أهل العلم، وهو ما ذكره المصنف هنا، إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل، وقالوا هذا هو حد الوجوب، وما زاد فهو سنة إلى الفجر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في جمع، يعني في مزدلفة، ثم استقبل القبلة يدعو حتى أوشكت الشمس على الطلوع، فدفع إلى منى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام للضعف والعجز والنساء والسقاط أن يدفعوا بعد منتصف الليل، ولذلك المبيت بمزدلفة سنة. ومن أهل العلم، عفواً، المبيت بمزدلفة الراجح أنه واجب، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه سنة، بل من أهل العلم من ذهب إلى ركنيته، والراجح من أقوال أهل العلم أنه واجب من واجبات الحج. قال: والمبيت بمنى، والمقصود بالمبيت هنا أيام التشريق، وأما يوم التروية فالمبيت ليلة عرفة سنة، سنة وليس بواجب. يوم عرفة، يعني لما يذهب الحجاج إلى منى يبيتون ليلة عرفة، المبيت ليلة عرفة في منى سنة. وأما في أيام التشريق الثلاثة، وهي التي بعد يوم العيد، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا واجب من واجبات الحج، ويجوز للحاج أن يتعجل في يومين، لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والمعنى أن يخرج من منى قبل غروب شمس ليلة الثالث عشر، فإذا بقي فيها اختياراً وجب عليه أن يجلس اليوم الثالث. والمبيت بمنى واجب أيام التشريق، واجب من واجبات الحج. قال: والرمي، يعني رمي الجمار، رمي الجمار، ويشمل هذا رمي جمرة العقبة يوم العيد، لأنه لا يخفى عليكم بأن يوم العيد لا ترمى إلا جمرة واحدة، وهي جمرة العقبة اللي يسمونها الجمرة الكبرى،
وأما أيام التشريق فترمى الجمرات الثلاث، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث. النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال. والحلاق، الحلاق للرجل أفضل من التقصير، وللمرأة التقصير دون الحلاق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حل من إحرامه إلا بعد أن حلق، ما حل من إحرامه إلا بعد أن حلق صلى الله عليه وآله وسلم. الله جل وعلا يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، ولذلك لا يحل الإنسان من إحرامه إلا بعد الحلق. تعلمون بأن التحلل في الحج ثلاثة كما ذكرناه في المجلس السابق، وهو رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، وطواف الإفاضة. ثم قال: وطواف الوداع. طواف الوداع واجب من واجبات الحج، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقول ابن عباس أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني الطواف. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون آخر عهد الحجاج الطواف بالبيت. وطواف الوداع يسقط عن الحائض فقط، يسقط عن الحائض فقط، أما المرأة الطاهرة والرجال عموماً يجب عليهم أن يطوفوا طواف الوداع، ومن ترك طواف الوداع فقد ترك واجباً من واجبات الحج، عليه دم. قال: وغير ذلك سنة. وغير ذلك سنة، يعني بقية أعمال الحج وأقوال الحج سنة، مثل التلبية مثلاً، ويعني بقية الأعمال هذه كلها تعد سنة، فإذا ضبطنا الأركان والواجبات كان ما عداهما سنة. نعم. قال: وأركان العمرة الطواف والإحرام والسعي في أوانه. نعم. قال: وأركان العمرة. العمرة في اللغة هي الزيارة، العمرة هي الزيارة، وفي الاصطلاح أفعال مخصوصة في مكان مخصوص. لماذا ما قلنا في زمن مخصوص؟ ها طه، أحسنت، لأن العمرة ليس لها ميقات زماني مثل الحج، الحج أشهر معلومات، أما العمرة فليس لها ميقات زماني، وإنما هي أفعال مخصوصة في مكان مخصوص. قال: أركانها الطواف، لقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. والإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك. والسعي في أوانه، السعي في أوانه، والمقصود بأن السعي يكون بعد الطواف، يكون بعد الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف ثم سعى، طاف ثم سعى، فإذا سعى قدم المعتمر السعي قبل الحج فقد أخل بترتيب الأركان، فلا بد أن يعيد سعيه بعد الطواف. نعم. قال: وواجبها. طبعا هذا يعني بالنسبة للمفرد وبالنسبة للقارن، في كلام وبحث عند أهل العلم، هل له أن يقدم السعي قبل الطواف أم لا، في هذه المسألة بحث وكلام. نعم. قال: وواجبها الحلاق في أوانه والإحرام من الميقات، فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. نعم. قال: وواجبها الحلاق في أوانه، واجب العمرة الحلاق في أوانه، والحلاق بالنسبة للعمرة يأتي متى؟ بعد الانتهاء من السعي، بعد الانتهاء من السعي، فإذا انتهى من السعي حلق، حلق وأحل، والحلاق واجب من واجبات الحج. قال: العمرة. قال: والإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات بمعنى أن يحرم من الميقات كما ذكرنا، سواء نعم الإحرام من الميقات يكون محل إحرامه الميقات، فينوي من عند الميقات ويتجرد للإحرام، ويحصر الذكر عن رأسه ويتجرد عن المخيط، ويتجرد عن المخيط. أما الإحرام ذاته فهذا ركن من أركان العمرة
كما ذكرنا. ثم ذكر ضوابط، وهذه مهمة جدا لطالب العلم، من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به. اضبط هذه المسألة، كل من ترك ركنا من أركان الحج أو العمرة لم يتم حجه ولا عمرته إلا به. ومن ترك واجبا جبره بدم، يعني نقول من ترك واجبا ففات وقته أو محله جبره بدم، جبره بدم، لقول ابن عباس فليهرق دما، وهذه قاعدة عند أهل العلم. وأما من ترك سنة فلا شيء عليه. فإذا قلنا بأن التلبية سنة، وما لبى المعتمر؟ يعني ما قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ما حكم حجه وعمرته؟ نعم، وذلك لأنه ترك سنة، ترك سنة. نعم. قال فرع: وتسن الأضحية من بهيمة الأنعام وعندي ومن غير ومن غيرها بجذع ظأن وثني غيره، صحيح من سائر العيوب يوم العيد بعد الصلاة إلى آخر يومين من أيام التشريق، ويتصدق منها، والسنة أكل الثلث وإهداء الثلث والتصدق بالثلث، ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا. نعم. قال: والعقيقة عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان، يذبح يوم السابع كالأضحية إلا أن يطبخ أجدالاً ويطعم. نعم، جرت عادة الفقهاء أنهم يذكرون أحكام الأضحية بعد الحج، وذلك لمناسبة الزمان، فالأضحية تذبح في يوم عيد الأضحى وفي أيام التشريق الثلاث، فناسب أن يذكروا أحكامها هنا، مع أن أحكامها الأصل تكون في باب الذبائح، في باب الأطعمة والذبائح، لكن ناسب أن تذكر بعد أحكام الحج. قال: وتسن الأضحية، فهنا يشير إلى حكم الأضحية وأنها سنة مؤكدة، وهذا قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم، ذهبوا إلى أن الأضحية سنة، واستدلوا لذلك بمجموعة من الأدلة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، قالوا: والإرادة هنا لا تقتضي وجوب العبادة، لأن الإرادة هنا المقصود فيها التخيير، يعني أراد أن يضحي، يعني إذا كان لديه رغبة، ولذلك قالوا هي أضحية. وأيضا فعل الصحابة، فقد ثبت عن أبي بكر وعمر أنهما كانا يضحيان سنة ويتركان أخرى، وغير ذلك من الأدلة التي سنذكرها إن يسر الله في الشرح المطول. بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب الأضحية لقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة بأن يعيد مكانها أخرى. ودل هذا، قالوا، على الوجوب، والمعتمد في الفتوى أنها سنة مؤكدة. قال: من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. ثم قال: وعندي من غيرها. عندي من غيرها، هذا كلام المصنف رحمه الله، وله اختيار، له اختيار أنه يجوز أن يضحى بغير بهيمة الأنعام مثل الغزلان والظباء، يرى جواز ذلك، لأن العبرة إراقة الدم لله عز وجل، وقد أخذ بهذا بعض الفقهاء، ويستدلون لذلك بفعل بعض الصحابة كبلال بن رباح رضي الله عنه، يروى عنه بأنه كان يرى جواز الأضحية بغير بهيمة الأنعام، وأيضا يروى أظن عن ابن مسعود أو عن علي، وهذه الآثار تحتاج إلى تتبع أسانيدها. والراجح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم على أن الأضحية لا تكون إلا ببهيمة الأنعام، حتى إن بعض فقهاء المذاهب، وهذا موجود، ذكروا بأنه يجوز الأضحية بالدجاج، قالوا يجوز أن تضحي بالدجاج، لكن الراجح بأن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. قال: بجذع ظأن، بجذع ظأن، الجذع هو ما تم له ستة أشهر، هذا هو الجذع،
ما تم له 6 أشهر. الظأن هو تعلمون بأن الغنم إما أن تكون ظأنا أو أن تكون معزا. هذه الغنم، الغنم على قسمين من حيث التقسيم، إما أن تكون الظأن، والظأن هي اللي تسمى إيش؟ الغنم الشياه يسمونها غنم، هي الظأن، الشياه، الخرفان، والمعز المعروف، المعز المعروف. بالنسبة للظأن يجزئ فيها الجذع ما تم له 6 أشهر، والثني ما تم له 1 سنة، والثني يكون في غير الظأن، يكون في المعز وفي الإبل والبقر. أما في المعز فما تم له 1 سنة فأكثر، ولذلك لا يجوز التضحية بالماعز إذا كان أقل من 1 سنة، يعني ما يجوز التضحية بالجذع من المعز، وأنه لا بد من الثني. وأما الإبل ف5 سنين وتكون قد طعنت في 6، وأما البقر ف2 سنين وتكون قد طعنت في 3. قال: صحيح من سائر العيوب. صحيح من سائر العيوب، يعني هذا من شروط صحة الأضحية، أن تكون سالمة من العيوب، كما في حديث البراء بن عازب، النبي عليه الصلاة والسلام خطب على المنبر وقال: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي لا تنقي. فكل ما كان في مثل هذه العيوب أو أكثر منها فإنه لا يجزئ. العوراء لا تجزئ العمياء، العرجاء لا تجزئ مقطوعة اليد، المريضة لا تجزئ المحتضرة يعني في سياق الموت، العجفاء التي لا تنقي التي لا مخ في ساقها، كذلك كل هزيلة لا تجزئ في الأضاحي. يوم العيد بعد الصلاة إلى آخر 2 من أيام التشريق، هذا شرط من شروط صحة الأضحية، أن تذبح في وقتها الشرعي وهو من بعد صلاة العيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى غنماً ذبحت قبل الصلاة أمر بذبح بإعادة الأضاحي بعد الصلاة. على هذا تكون شروط الأضحية كم؟ 4. الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام، هذا الأول، أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. ثانياً: أن تكون سالمة من العيوب، أن تكون مشتملة على السن الشرعي، سنها الشرعي، وهو الجذع من الظأن والثني من غيره. ثالثاً: السلامة من العيوب، أن تكون سالمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، لأن في عيوب تجزئ فيها الأضاحي لكن تكون مكروهة، مثل ما مكسورة القرن، مشقوقة الأذن، يعني وغير ذلك من العيوب اليسيرة التي لا تؤثر على الأضحية. ثالثاً، رابعاً: أن تذبح في وقتها الشرعي وهو من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، فيكون وقت ذبح الأضحية 4 أيام، يوم العيد و3 أيام، وتذبح ليلاً ونهاراً. قال: ويتصدق منها، والسنة أكل الثلث وإهداء الثلث والتصدق بالثلث، لقول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ولذلك يقولون السنة تثليث الأضحية: ثلث لك، وثلث صدقة، وثلث هدية. ولو أكلها كلها جاز ذلك، ولو تصدق بها كلها جاز ذلك. ومن أهل العلم يذهبون إلى جعلها نصفين، نصف لك ونصف صدقة. عموماً الأصل في الأضحية إراقة الدم لله عز وجل، هذا الأصل، إراقة الدم لله عز وجل. أما اللحم فالسنة أن تفعل به هكذا، إما أن تنصفها نصف لك ونصف صدقة، وإما أن تثلثها يكون ثلث لك وثلث صدقة وثلث يعني هدية لقريب أو حبيب. قال: ويتصدق منها، يعني أهم شيء أن تتصدق منها. وبعض العلماء قالوا: ولو بالقليل، ولو بالقليل. والسنة أكل الثلث وإهداء الثلث والتصدق بالثلث. ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيء، هذا متى؟ إذا دخل العشر،
لما جاء عند مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل عليه العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وفي لفظ: ولا من بشرته شيء. الجمهور حملوا ذلك على الكراهة، والحنابلة حملوا ذلك على التحريم. لكن عموماً حتى لو قلنا بتحريم الأخذ فلا علاقة للأضحية من جهة الشرطية بهذا، بمعنى أن من أخذ يضحي ويستغفر الله عز وجل. وأنا دائماً أضرب مثل بهذا الحاج. الآن لو أن رجلاً ذهب إلى الحج ثم تطيب عامداً متعمداً في الإحرام، ما حكم حجه؟ صحيح. ماذا عليه؟ عليه كفارة، فدية، عليه فدية، فدية أذى. هذا بالنسبة لمن ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام. هذا أيضاً الذي أخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره نقول أيضاً أخطأ، لكن يمضي في أضحيته. طيب ماذا عليه؟ الاستغفار، لأنه ما عندنا دليل على الكفارة. هذا متى؟ إذا قلنا بالتحريم. وجمهور العلماء يذهبون إلى الكراهة التنزيهية. ثم ذكر العقيقة، وناسب هنا أن يذكر العقيقة لأن هذه من الذبائح الشرعية، من الذبائح الشرعية، ولها أحكام الأضحية، فهي تشارك الأضحية في أغلب وأكثر الأحكام، فناسب أن يذكرها. والعقيقة مأخوذة من العق وهو القطع، وقيل قطع يعني سرة الجنين، وقيل عق شعر رأسه يعني قطع شعر رأسه وحلق شعر رأسه. والعقيقة سنة، سنة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، وهي سنة. قال عن الجاري يعني البنت شات، وعن الغلام شاتان، عن الذكر يعني يذبح يوم السابع، وهذا أفضل الأيام، أفضل الأيام يوم السابع، فإن لم يمكن فاليوم الرابع عشر، فإن لم يمكن فالواحد والعشرين، هذا أفضل الأيام وهي السنة. وما زاد تبقى السنية المطلقة إلى البلوغ، في الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل غلام، والغلام هو الذي لم يبلغ بعد، الذي لم يبلغ بعد، قال: كالأضحية، يعني أحكامها أحكام الأضحية، أحكام العقيقة أحكام الأضحية. أولاً من حيث جنسها، من أين تكون؟ من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم. ثانياً من حيث سنها، بحيث تكون من الظأن، جذعاً من الظأن أو ثني من غيره. ثالثاً أن تكون سالمة من العيوب، سالمة من العيوب. بقي شرط رابع، هل تذبح من الشرطية أن تذبح في يوم الولادة ولا في السابع وكذا؟ الجواب لا، وإنما في هذه الشروط الثلاثة إلى البلوغ، إلى البلوغ. كذلك في مسألة التصدق بها، فإن من السنة أن يتصدق أيضا بشيء منها، ثم قال: إلا أن يطبخ أجدالا ويطعم. أجدالا يعني تفصل فصلا ولا تكسر عظامه، وهذا مروي عن عائشة وسنده محل بحث عند أهل العلم. وذلك يقولون تفاؤلا بسلامة المولود، تفاؤلا بسلامة المولود. فبالنسبة للعقيقة قالوا تفصل ولا تكسر، وبخلاف الأضحية فيجوز كسرها. قال: ويطعم، يعني يطعم الناس. ولو جمع لها الناس مثلا، جمع لها الناس خاصة أرحام المولود وأقارب المولود حتى يتعرفون عليه، يتعرفون حتى يصلون الرحم، يكون هذا أيضا من المشروع. بارك الله في الجميع. ننتقل إلى الأسئلة بشكل سريع. أي نعم، بالنسبة لركعتين خلف مقام إبراهيم سنة، نعم هذه من السنن، وذكرنا قاعدة في هذا. سؤال يقول: هل من حرج أن يراه الناس يحمل على ظهره أو يركب مثل حمار أو سيارة رخيصة؟ هل هذا متكبر؟ أولاً أخي الفاضل بارك الله فيك، من ركب حماراً في هذا الوقت من باب التواضع فأعتقد بأن الناس يذهبون به إلى مستشفى الأمراض العقلية، واحذر أن تطبق هذا الشيء. نحن مشكلتنا في الدروس أن بعض الناس
يأخذ جملة ويدخلها في عقله وينسى كلامنا الباقي. انتبه لا تروح تركب حمار. وأنا أول من يعين على إذهابك إلى المستشفى مستشفى العقل. ما قلنا هذا؟ إحنا قلنا تركب سيارة مثلا، وبالمناسبة ذكرنا أيضا شخص يركب أفخر سيارة وأغلى سيارة، ما في قلبي هو الذي يحدد هل هو المتكبر أم لا وماذا يريد. ولذلك يعني إذا بغيت تتواضع تكسر هذا تركب لك سيارة بسيطة. مثل إيش؟ يزعلون علينا. الله يهديك أبو خديج، أصحاب الكورولا بعد سياراتهم غالية ما شاء الله طيبة. فانتبهوا بارك الله، لأن بعض الطلب الله يهديه يختطف الكلام خطف، وبعدين ربما يغيب ويفكر ويعتقد بأن هذا الذي قلناه. ومثل ما قالت عائشة أن السمع لا يخطئ. بارك الله فيكم. هل السنة بعد الصلاة البدء بالتكبير أم بالاستغفار؟ الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الاستغفار، لكن ورد أنه كان يكبر، وهذا أخذ به بعض المذاهب الفقهية على أنه يكبر بعد السلام، لكن لو فعل هذا أحياناً لا بأس، يعني أتى بالتكبير. هل أستطيع إخراج زكاة الفطر لي ولأولادي مرتين، مرة في بلدي والثانية في بلد فقير؟ الجواب يجوز، لكن الثانية تكون صدق، لأن الواجب تحقق في الأولى، وكونك تخرج في بلد ثاني مرة ثانية يكون هذا على السنية، يكون صدق عفوا، يكون صدق. إلا إذا قصدت أنك تقسم الزكاة قسمين، قسم في بلد يعني قدرت مثلا عليك 20 كيلو مثلا من الأرز، 10 في بلدك و10 في بلد آخر، إذا كان هناك ثم حاجة لا حرج في ذلك بحول الله. والله في بعض الأسئلة تحتاج وقت للجواب، لكن عموما نختار بعض الأسئلة. يقول كيف أنصح شخص يعلق التمائم في غرفته؟ يجب على الإنسان خاصة في مسألة التعامل مع الشركيات هذه أو وسائل الشرك أن يكون جاداً حازماً، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتساهل في مثل هذا، خاصة إذا كان مع أسرته وأهله أو أقاربه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وحديث عمران بن حصين في حديث الخيط قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فلا تزيدك إلا وهنا. وسعيد بن جبير لما قال: من قطع يعني خيطا من التمائم هذه فكان كعدل رقبة. المقصود بأن الإنسان لا يتساهل، ويبدأ أولا بالإقناع بأن هذا من الشرك أو وسائل الشرك على حسب ما قام في قلب المعلق، سواء على بدنه أو في غرفته أو حتى في سيارته. الآن بعض الناس يعلق في سيارته تمائم، فيعلم ويوجه، لأنك لا تستطيع أن تنزع هذا من يده قبل أن تنزعه من قلبه. إن أخذته يعيد يذهب ويأتي بتميمة أخرى، فأقنعه بهذا بالأدلة الشرعية، هو من عنده سيقطع هذه التمائم. ما حكم الحج من دون تصريح؟ لا يجوز. هل الإسدال للمرأة واجب أم سنة؟ ما المقصود بالإسدال؟ السائل ما وضح. ما المقصود بالإسدال؟ إسدال اليدين؟ ها؟ إسدال الشعر؟ إسدال العباء؟ ما ندري. اللهم صل على محمد. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. سبحانه.